أتينا طائعين. وشعارنا الثالث هدنا إليك. تعرف إيش معنى هدنا إليك؟ تبنى إليك. أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم. الله أكبر. يعني ما أحد وصل بقده في المعاصي. أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم. أتيتك أرجو إلهي رضاك، فماذا سيغفر غير الرحيم، فماذا سيغفر غير الرحيم. سأترك يا ربي ذنبا مضى. الله أكبر. تايب من الآن. سأترك يا ربي ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. الله أكبر. ليش؟ لماذا؟ أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. نختم أحبابي في الله بآية تتكلم عنا جميعا. وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شعارنا إنا إلى الله راغبون. وشعارنا الآخر أتينا طائعين. وشعارنا الثالث هدنا إليك. تعرف إيش معنى هدنا إليك؟ تبنى إليك. والله جوائزنا ما نبغى تروح، نبغى تائبين. جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى.